والله شباب، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2. ويلا نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول مطلوب عندكم تصيدون شانل كاتفيش. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تاكلون الأكل المجفف، اللي من ضمنها البسكويت والمكسرات والشوكولاتة. التحدي الثالث مطلوب عندكم تقفزون من الخيل مالتكم أو الحصان على أي عربة متحركة. التحدي الرابع والخامس والسادس مطلوب عندكم تلعبون كل هذول التحديات أطوار الشودان، اللي هم وقت ما تروحون على كوك جوين، اللي هم هذول أطوار الشودان. طبعا التحدي الأول مطلوب عندكم أنه تاخذون مرتبة أولى أو ثانية أو ثالثة، هي التوب ثري. التحدي الثاني أنه تقتلون 10 بأطوار الشودان. التحدي الثالث أن تقتلون 3 باستخدام سلاح الريبيرتر. يعني كنتم تقدرون تسوون بوقت واحد أن تدخلون الجيم تاخذون مرتبة أولى وثانية وثالثة، ونفس الوقت تقتلون 10، ونفس الوقت أنه تقتلون 3 بسلاح الريبيرتر. سلاح الريبيرتر اللي هو الموجود اللي هو لانكستر ريبيرتر، أغلب الناس تعرفه مثلا اللي هو هذا. وعندكم اللي هو هذا الكاربون ريبيرتر، يا اما هذا الكاربون ريبيرتر يا اما الثاني. التحدي الاخير مطلوب عندكم تنظفون 3 من الاسلحة اللي موجودة عندكم. بالنسبة لتحديات الأدوار، فالتحدي الأول مطلوب عندكم اللي هو تتنقلون مسافة 4827، راح يصير لكم هذا التحدي وقت ما تتنقلون وأنتم رايحين تبيعون بضاعة للمويشاين. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تغيرون من ديكور المويشاين، ومجرد ما تغيرون اللي هو صورة من صور المويشاين راح يخلص عندكم هذا التحدي. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تلعبون مونشاين بطل لقر ميشن، تحصلوها وقت ما تروحون على المونشاين وتكلمون السيدة، راح تحصلون اختيار اللي هو البطل لقر ميشن. أما بالنسبة لتحديات الباونتي انتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تلعبون واحد باونتي انتر وتخلصوه بوقت لا يزيد عن 4 دقائق. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو وقت ما تروحون تمسكون الباونتي انتر هو يكون طالع الخيل تسحبوه بالحبل. التحدي الثالث مطلوب عندكم تلعبون ميديوم باونتي هنتر، الميديوم باونتي هنتر يكون عليه علامتين اللي هو الدولار، تروحون على اي بورد للباونتي هنتر وتلعبون اللي هو ميديوم باونتي هنتر اللي يكون عليه علامتين الدولار. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم الباونتي هنتر ليفل ماكس، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تلعبون 2 باونتي هنتر من نيو هانوفر بوستر. نيو هانوفر بوستر كنت تابع لها اللي هو هذا البوست بالتحديد. تلعبون 2 باونتي هانتر من هذا المكان وراح يخلص عندكم التحدي الأول. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تسحبون 3 باونتي هانتر وهم يكونون طبعاً على الخيل بالحبل. التحدي الثالث مطلوب من عندكم اللي هو تمسكون الباونتي هانتر اللي هو البولاس اللي هو هذا. أما تحديات الكوليكتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تشربون 1 من الأنتيكو كحول اللي تحصلوه وقت ما تفتحون الشنطة وتروحون
على قسم اللي هو البطل وتشربون واحد من هذول. التحدي الثاني المطلوب عندكم اللي هو تجدون 3 من أشياء الكولكتر باستخدام الشفل. التحدي الثالث مطلوب عندكم اللي هو تجمعون 3 من أشياء الكولكتر وقت ما تقتلون الأعداء، يعني تفترون بالماب وتقتلون الأعداء تظلون تاخذون اللوت مالتهم، ممكن تلاقون من عندهم 3 من أشياء الكولكتر. أما بالنسبة لتحديات التاجر التريدر، التحدي الأول مطلوب عندكم تتنقلون مسافة 15,838، راح يصير عندكم هذا التحدي وقت ما تروحون وانتم بالطريق تتنقلون لبيع بضاعة هو التاجر. التحدي الثاني مطلوب عندكم اللي هو تتبرعون بهو جلد أو جثة الحيوان المفترس، وبكل سهولة تقدرون تسوون هذا التحدي مجرد ما تروحون على لاجراس اللي هي المستنقعات وتصيدون 3 من التماسيح وتاخذون الجلد مالتهم وتتبرعون فيها للتاجر. التحدي الأخير لهذا اليوم مطلوب عندكم اللي هو تتبرعون ب6 حيوانات تكون 3 نجوم. إن شاء الله كون فدتكم هذا الفيديو، لا تنسون اللايك واشتراك بالقناة إذا مشترك وفعل الجرس، شاركوا الفيديو كل أصدقائكم ولعبوا الردد. أشوفكم في فيديو ثاني، سلام.